السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والمنافقون، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم الدين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فموضوع خطبتنا اليوم سيكون حول الغفلة والاستخفاف بأوامر الله. أيها الإخوة الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، إلى آخر الآيات. كلمات لا شك أنها تهز الغافلين هزا، لأن الحساب يقترب والناس في غفلة، الآيات تتلى وهم في غفلة معرضون، لأنهم في اللهو والباطل وفي المتاع الزائل غارقون. ولذلك الله عز وجل يقول: لاهية قلوبهم. وأنتم تعلمون أن القلب الغافل اللاهي عن الله عز وجل صاحبه يعيش في ضنك وشقة. الإنسان اللي كيتلقاه القلب ديالو غافل معرض عن الله عز وجل لاهي عن الله عز وجل صاحبه يعيش في ضنك وشقة. يقول الحق سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه ابن ماجة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم، هذا ابن مسعود يقول: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا، اللي يجمع كاع الهم ديالو يجعله هم واحد، من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. إذا جمعتك على الهموم ديالك وجعلتيها هم واحد اللي هو الهم ديال الآخرة، الله سبحانه وتعالى كيكفيك من الهم ديال الدنيا، كيحمل عليك ثقل والهم ديال الدنيا كله. من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، لذته الهموم ديال الدنيا، والهموم ديال الدنيا ماشي هم واحد، بل هي هموم فيها يعني كثيرة، تشعبات الدنيا وطرقها كثيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا. الإنسان كيفكر خصو هادي خصو هادي خصو هادي خصو هادي، فتجده يكرس كل وقته لهذا الهم اللي هو الهم ديال الدنيا اللي ما كيتسالاش، والعياذ بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشعبت به الهموم في احوال الدنيا لم يبال الله به، او لم يبال الله في اي اوديتها هلك، بمعنى لا ينظر الله اليه نظر رحمه، لانه الهم ديالو كامل مشى مع الهم ديال الدنيا، لا يفكر في آخرته، يعمل لدنياه ولو كانت على حساب آخرته، وهذا غلط.
صحيح ان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنس نصيبك من الدنيا، لكن ما تنساش الاخره، الاخره هي الاهم. ولذلك نقول اليس عجيبا ان يعرض المسلم عن الله عز وجل؟ اليس عجيبا ان يقضي المسلم جل عمره في غفله عن مولاه؟ لا تزيده نعم الله الا اعراضا وعصيانا وضلالا. فمن الناس من يغتر بحلم الله عليه وستر الله عليه، لا تزيده نعم الله عليه الا اعراضا وتماديا واستخفافا واستهتارا باوامر الله عز وجل. الناس من يكون هكذا، يعني الانسان كتلقاه كيغتر بالنعم ديال الله سبحانه وتعالى عليه وبالحلم ديال الله سبحانه وتعالى عليه، كيقول لك انا هذا الشيء كنستحقه. من الناس من يغتر بنعم الله عليه فيظن ان الله عز وجل ما انعم عليه بهذه النعم الا لان الله يحبه. حال الناس عندهم التفكير هذا وعندهم التصور هذا اللي هو خاطئ مغلوط، كيقول لك انا ما دام الله سبحانه وتعالى اعطاني واعطاني راه الله سبحانه وتعالى كيحبني. إيه مع انك مقيم على المعاصي ومقصر في طاعه الله، نعم ان الله سبحانه وتعالى كيحبني. شحال من الناس كيقول هذا الكلام هذا. واحد عنده المال وعنده كذا وما كيخرج لا زكاة ما كيعرف والو، كيجمع هو كالحق ديال عباد الله وكالعرق ديال عباد الله وكذا، يعني بالملايين. كنتكلموش على الحاجه يعني اللي هي قليله. لما سئل هذا السؤال يا فلان لماذا لا تفكر في الحج ولماذا لا تفكر في الزكاه ولماذا ولماذا؟ قال نمشي نتفكر فيها انت. انا لا شوف انا بغيت نوصل هذه الفكره. قال بهذه الكلمه قال لولا ان الله عز وجل ما كيحبنيش انا كاع ما يعطيني، علاش تدخل لك مزلوط؟ وانا اعطاني، انا عندي الاموال وعندي الفيلا وعندي 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 كذا. شوفوا كيفاش التصور ديال الانسان. بعض الناس انا لا اعلمي. اذا فمن الناس من يغتر بنعم الله عليه، يظن هذا المسكين ان الله عز وجل ما انعم عليه بهذه النعم الا لان الله عز وجل يحبه، ونسي ان هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى له. راه هذا استدراج من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول في الحديث ديال عقبه بن عامر الذي رواه الامام احمد قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب. بغيتي الدنيا، بغيتي المال، بغيتي الاهل، بغيتي يعني بغيتي الاولاد، بغيتي يعني الضيعات، بغيتي كذا، الله سبحانه وتعالى اعطاهم لك. وانت مقصر في طاعه الله عز وجل، انت مقيم على المعاصي ومصر على المعاصي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال اذا رايت الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على المعاصي، يعني مصر على المعاصي، فاعلم ما تمشيش غلط، ما تظنش راسك ان هذا الانسان هذا راه على الطريق المستقيم على طريق الحق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيصحح لك هذا المفهوم اللي هو غلط، اللي يقدر يتسرب للذهن ديالك. تشوف واحد عايش في النعام وعايش كذا وما يصلي ما يزكي ما يحج ما يفكر في الفقراء ولا المساكين ولا المعوزين، جا العيد وجا كذا وهذا ما يعرف حتى واحد، كيعرف غير راسو، راسي راسي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيصحح لك هذا المفهوم هذا، يقول لك الا شفتي هذا الانسان هذا اللي كيعيش وهو مقيم على المعاصي، مصر على المعاصي، مقصر في طاعه الله، وربي عطاه الخير. قال لك ما تمشيش غلط، هذا راه استدراج من الله سبحانه وتعالى لهذا الانسان، هذا المسكين هذا، هذا مسكين هذا جاهل، هذا انسان مخبول. ما عرفش راسو بانه راه الله سبحانه وتعالى عطاه واحد الحبل وهو ماشي وكيبدد له شويه بشويه. فإذا تاب الى الله سبحانه وتعالى، اذا رجع الى الله وتاب اليه، الله سبحانه وتعالى غادي يتوب عليه. طبعا الا ما تابش والا ما رجعش الله سبحانه وتعالى راه ذاك الحبل واحد النهار غادي يجدو. اذا رايت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على المعاصي فاعلم فانما ذلك من الاستدراج. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به، لما تغافلوا عن الاوامر والنواهي والحدود. شوف الله سبحانه وتعالى شنو اعطاهم. قال فلما نسوا ما ذكروا به، اشنو كانت النتيجه خصها تكون؟ النتيجه ان الانسان اللي كينسى الاوامر والنواهي والحدود خصو يجي العدد مباشره، ولكن الله سبحانه وتعالى ما عملهم بذلك.
وإنما فتح عليهم أبواب الخيرات. قال فلما نسوا ما ذكروا به قال فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كل شيء، هذه نكرة. قال ثم قال الله سبحانه وتعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إذن النتيجة هي هذه، النتيجة أن الإنسان لما يفرح بنعم الله عز وجل وهو مقصر في طاعة الله، مقيم على المعاصي، مصر على المعاصي، فاعلم فإنما هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لذلك من الناس من يقع في مثل هذا ولا يعيره اهتماما ولا يلقي له بالا، يحسب رسول بأنه هذا بالعكس هذا حب من الله سبحانه وتعالى والتفات يعني من الله سبحانه وتعالى. أنت مقيم على المعاصي، كيف يكون ذلك؟ هذا استدراج لك من قبل الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد يقول إياكم ومحقرات الذنوب. الإنسان اللي كيحقر الذنوب واللي كيستهل بها واللي كيقول بأنه ما عندهش الأثر وما يمكنش تدير شي نتيجة، العواقب ديالها تكون وخيمة، هذا إنسان جاهل، هذا إنسان يعني غافل لاهل. قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. إذا قلت هذه ما سمي والو، قلت الدنيا هانية ماشي مشكل، وقلت هذه الدنيا هانية ماشي مشكل، هو الصغيرة مع الصغيرة فلا تديك ماشي غتوصلك للكبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا، قال كمثل قوم نزلوا أرض فلات. شي ناس مجموعة ديال الناس مسافرين، شوفوا كيفاش النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الذنوب الصغيرة لما كتجمع على الإنسان راه تقدر تدي به إلى الهلاك والعياذ بالله، أن يخسر دنياه وآخرته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل، قال محقرات الذنوب، الذنوب صغائر الذنوب، الإنسان إذا ما كيتوبش منها وكيستغفرش الله سبحانه وتعالى غادي تجمع عليه حتى تهلكو. حالاش؟ قال كمثل قوم نزلوا أرض فلات. هاد الناس عندهم مسافرين، وصلوا لواحد الوضع خصهم ياكلوا، عندهم الطعام ديالهم وعندهم كلشي ولكن خصهم العافية. فمشى هذا جاب واحد العويد وهذا جاب واحد العويد وهكذا دوالك حتى جمعوا سوادا من العود، جمعوا سواد ثم أججوا نارا وأنضجوا ما فيها، يعني قذفوا ما عندهم وأنضجوا ذلك الطعام. يعني هذا جاب شويه وهذا جاب شويه وهذا جاب شويه وجمعوا الحطب ويعني شعلوا العافيه وكلاوا ديك يعني الطعام ديالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن محقرات الذنوب مثل هذه متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. انت حقرت هذاك الانسان اللي جاب واحد العويد وهذا ولكن ما كيتجمعوا العواد كيشعلوا العافيه طيب فيها اللي بغيتي. كذلك صغائر الذنوب، فلا ينبغي للمسلم ان يحقر الذنوب مهما كانت، راه لما كتجمع ستؤدي بك الى الخسران المبين والعياذ بالله، ستؤدي بالانسان الى ان يخسر دنياه واخرته. ولذلك قال إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وهناك من الناس من يغتر كذلك بحلم الله عليه وستر الله عليه، يظلم خلق الله وعباد الله فيسد الناس، تجده يسد الناس عن دعوة الله، يسد الناس عن الخير وعن دعوة الله، فيظن هذا المسكين أن هذا من حب الله له، وهو استدراج من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال في الحديث الذي رواه البخاري يقول إن الله تبارك وتعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يطول لك في الحبل لعل وعسى تبر الله سبحانه وتعالى وتستغفره، ولكن يعني مني ما كت يعني ما كت إذا لم تتدارك الأمر قبل فوات الأول الله سبحانه وتعالى يأخذك بما يعني بكل ما فعل. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك بعض الناس يعني جاهلين ربما كيشوفوا شي واحد مثلا قد يكون يعني إنسان ذا مال وقد يكون ذا سلطة وقد يكون ذا جاهل وقد يكون ذا منصب ما،
تجده يظلم الناس ويحقر الناس ويزدري الناس ويأكل أموال الناس بالباطل، وكيجي واحد كيقول لك وفلان مات داك الفلان المسكين وكذا، وشوف هذاك الإنسان هذاك اللي ما خلى ما عمل وكذا وما وقع له والو، نسيتي بأن هذا الله سبحانه وتعالى مطول له في الحبل، لعل وعسى يجي واحد نهار يرجع. وكم من ظالم تاب إلى الله، كم من ظالم تاب إلى الله عز وجل ورجع إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولذلك هنا قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ذاك الظالم الله سبحانه وتعالى يطول في الحبل لعل وعسى واحد النهار يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن من اللي كيشدوا راه كيشد شده وحده ما يطلقوش. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك أقول معاشر المسلمين من الناس من ينصرف بكليته إلى الدنيا، فتجده يكرس كل همه وكل وقته وفكره لأجل هذا الحطام الزائل الذي لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولو كان ذلك على حساب آخرته، نعم من الناس من يفعل هذا، تجده يكرس فكره ووقته وجهده لأجل هم واحد وهو هم الدنيا، ولو كان ذلك على حساب الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. ويقول من جعل هم في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جعل هم آخرته، من جعل الهموم هما واحدا وهو هم آخرته كفاه الله هم الدنيا ورزقه من حيث لا يحتسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إلا جعلت الهم ديال كله الهم ديال الآخرة الله سبحانه وتعالى يجمع عليك ضيعتك ويحوطك ويسددك وينصرك ويوفقك ويقدر لك الله سبحانه وتعالى يقدر لك من الرزق ما لا تحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هكذا يقول الله عز وجل الشرط الجواب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن الإنسان إذا جعل الهموم يعني إذا جعل كل همه هو هم دنياه، يعني جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له إلا ما قدر له، وراه واخا تسعد تتعيا راه ما غتحصلي على داكشي اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى، جري تتعيا ما غتوصلي إلا داكشي اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى. ولكن المؤمن العكس الذي يتقي الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، تأتيه الدنيا وهي مقهورة ذليلة حقيرة. قال أتته الدنيا وهي راغمة بزز من أجل، لأنه قدم آخرته على دنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب في حديث آخر يقول يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، ولو إنسان يبلغ من الكبر عتية 60 70 80 90 100 سنة جوج حاجات عمرهم ما كيكبروا، الحرص على المال والحرص على العمر، جوج حاجات بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على المال، الحرص على المال والحرص على العمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. راه ما كيتجمعوش، ما يمكنش يتجمعوا مرة، وإنما تأخذ من الدنيا ما يكفيك وتنصرف بكليتك إلى آخرتك. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة، إذا أردت الفوز في الدارين معا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنيا. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال فآتر ما يبقى على ما يفنى. أشنو يعني أشنو خصنا حنا نفضلو؟ واش اللي كيبقى ولا اللي غادي يفنى ويزول؟ اللي غادي يبقى اللي هي الآخرة. قال فآتر ما يبقى على ما يفنى.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه جواد كريم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ويذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من عشر وعن سائر الصحابة أجمعين.